باسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل النعمات وبركته من الان لبد امين. نيافه الحضر الجليل اما بنيامين بيقدم اعتذار لعدم وجوده النهارده في العشيه لظروف سفره الى امريكا للعلاج. ربنا يعطي نعمه ويرجع بالسلامه وبركه صلواته تشملنا. نتابع النهارده سلسلتنا في كلمة لا. النهارده ربنا بيقول لنا كلمة جميلة، كلامي لا يزول. الكلام ده قاله في متى 24، قال الأرض والسماء تزولان، الأرض والسماء تزولان، أما كلامي أنا لا يزول. عشان عايز يقول لنا على حاجة مهمة النهاردة، إزاي الوصية تبقى في حياتي باستمرار. وأعلى حاجة في حياتنا إن إحنا تبقى عندنا الوصية بتاعت ربنا. اسمحوا لي هقرأ لكم جزء صغير جدا من سفر نحمية. شعب إسرائيل بعد ما رجع من السبي عزر عمل عظيم إنه جمع كل الوصايا أو كل الأسفار اللي قدر يجمعها. دي التجميعة الأولى للكتاب المقدس في العهد القديم. مش كده عزر ما قدرش يجمع كل الاسفار، اتجمع بعد كده واتحط في الترجمه السبعينيه. عشان كده عندنا احنا في فرق ما بين تجميع عزر والترجمه السبعينيه، الاشمل والاكمل الترجمه السبعينيه. بس عزر قام بمجهود كبير انه بعد السبي والفتره الطويله دي قدر يجمع معظم اسفار الكتاب المقدس. يقول كده في صحاح 8 عدد 2، فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيه أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار. يعني الصباح ده عندهم 6 صباحا لحد الساعة 12، أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت أذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. يقول كده وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما وقف فتحه وقف كل الشعب. وعشان كده إحنا لما بنقرأ كلمة ربنا وصية ربنا معظمنا لازم يقف إذا لو عنده ظروف صحية، ربنا يديله صحة. لما بخميس كان مرة عندنا في العشية هنا وكنا مجتمعين معاه قبل العشية، وبعدين لما جينا على العشية كان الإنجيل بيتقري، فهو كان ماشي قدامنا وإحنا متمشين وراه. لما وصل عند باب الجانبي هنا وسمع الإنجيل كان بيتقري، راح قال عمته ووقف، وقف في مكانه واحنا وقفنا عشان الوصيه بتتقال، الشريعه بتتقال. ودي حاجه مهمه جدا. فعشان كده ربنا عايز يقول لنا على حاجه مهمه جدا في حياتنا الروحيه، ازاي الشريعه والوصيه تبقى مهمه جدا في حياتنا. ارجوكم اقروا مزمور 19، بيتكلم فيه باختصار عن الوصية. يقول ايه؟ ناموس الرب كامل ما فيهوش عيب، يرد النفس. شهادة الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين، بنور الكنيسة أثناء قراءة الإنجيل عشان بتفتح عينينا على حياتنا وعلى كل تصرفاتنا. خوف الرب نقي ثابت الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثوابا عظيم. يبقى النهاردة أنا وحضراتكم ربنا يقول لنا خلي بالكم من القصة دي، اوعى كلامي يزول من حياتك،
هو الوصية تبعد عنها. عشان كده النهاردة ربنا بيقول لي أنا معاكم، إزاي تبقى الوصية قدام عينينا باستمرار؟ إزاي نفع تنفيذ الوصية في حياتنا على قد استطعت. كان مرة عندي خدمة في سجن من السجون، وبعدين أنا بحاول أجيب معايا خدام يقولوا كلمة ربع ساعة 10 دقايق، عشان في أثناء هذه الفترة أخذ اعترافات بعض المسجونين، لأن إحنا الفترة اللي بنصلي فيها جوه السجن فترة محدودة قوي، ما أقدرش أخذ فيها راحتي في القداس، فبستغل أي خادم يكون معايا يقول كلمة لمدة 10 دقايق عشان لو حد عايز يعترف. فجالي مرة مسجون قال لي أنا عمري ما قريت الإنجيل، قريت الإنجيل في السجن، لما قريت الإنجيل يا أبونا عرفت أنا عملت خطية صعبة أوي، أنا اتجوزت واحدة متطلقة، لما أقرأ الوصية مش عارف أعمل إيه. قعدت معاه وكلمته، بس بحكي لكم القصة دي قد إيه هذا الإنسان وقع في هذه الوصية وكسرها لأنه لم يقرأها. إحنا لازم نعترف إن إحنا شعب غير قارئ الإنجيل بكثرة. نقرأ الإنجيل فعلاً بس مش مواظبين عليه قوي. أثناء خدمتي لما أخش أي بيت أصلي ثالث، أصلي أسبوع، أصلي أي موقف معين وأدي حد الإنجيل أجده إنه مش قادر يقرأ. وأحيانا ناس تقول لي بتبقى خايفة فتقول لي أنا معيش النضارة. كنيستنا كنيسة إنجيلية، ما فيش خدمة أعملها في أي مكان إلا ما أقرأ حتة من الإنجيل في أي مناسبة. عشان كده النهاردة ربنا بيقول لي خلي بالك اوعى كلامي يزول من حياتك. فربنا النهاردة بيطالبني أنا وحضراتكم بحاجات مهمة، إن احنا لازم نعرف الوصية، نهتم بيها، نسعى لقراءتها على قد ما نقدر. تبارك كتاب لأبونا بشوي كامل عجبتني في قصة جميلة بتعبر عن حياته لأنها بتمس حياة أنا ككاهن. فبيقول كان بيرجع من الخدمة هو تصوني أنجيل الساعة 2 الظهرية 3 الظهرية، فيرجعوا مع بعض تصوني أنجيل تخش تحضر حاجة ياكلوها مع بعض، وأبونا بشوي يقعد على السفرة يفتح الإنجيل يقرأ حاجة صغيرة لحد ما يتحضر، بعدين تيجي ياكلوا مع بعض يقول لها بص الآية الجميلة ديت يا أنجيل، بص كلمة ربنا تبقى قريبين منا ازاي ومن ولادنا. أنا بفتقد في منطقة روكسي، مرة زرت مهندس كان متجوز واحدة ألمانية، وبعدين هذه الأم الألمانية دي عيالها كل يوم الصبحية تقرأ معاهم الإنجيل لحد ما يجي الباص بتاع المدرسة، تاكل معاهم لقمة وهم بياكلوا تقعد تقرأ الإنجيل. أنا زرت الأسرة دي كان العيال لسه صغيرين، وربنا اداني نعمة وصحة إن شفت بنتها كبرت واتجوزت وسكنت في نفس العمارة، فرحت أزور بنتها لقيت بنتها بتعمل مع عيالها زي ما كانت امها بتعمل معاها بالظبط. كل يوم الصبحيه هم قاعدين يفطروا مع بعض يفتحوا الانجيل ويقعدوا يقروا. عشان كده احبائي لازم نسعى للوصيه ونهتم بيها جدا، ونشكر ربنا دلوقتي بقت كل حاجه متوفره. الانجيل بقى موجود والتفاسير بقت موجوده وعلى الموبايل وفي كل مكان، بس المهم الرغبة إن أنا عايز أسمع كلمة ربنا كل يوم. عشان كده أنا بحاول بعمل مع بعض المعترفين بتوعي إن أنا أخذ لهم كل يوم حاجة صغيرة، مش عايز حاجة كبيرة، لأن إحنا بتجنى وبنشير وبس ما بنقراش، سامحوني يعني. إزاي تبقى عندي حاجة صغيرة أقراها كل يوم في سفر 4 آيات 5 آيات باراجراف صغير فكرة صغيرة
بس تبقى مستمرة. مستمرة. عندي بنت بتعزف، فبتقول لي حاجة عجبتني قوي. قلت له عارف يا ابونا، لما أتمرن كل يوم ساعة غير لما أجي في يوم أتمرن 4 ساعات مع بعض، ده اللي ساعات بيحصل معانا. كل يوم ساعة دي بتديني تمرين عالي جدا، فين؟ في العزف. لكن لما أتمرن يوم 4 ساعات وأقعد 3 أيام ما أتمرنش، صوابع إيه؟ تبقى سريع. نفس القصة، ساعات نقعد على الإنجيل نقرأ 4 صفحات 5 صفحات وبعدين نقعد 4 5 أيام ما نقراش. نقول النهاردة عشان ننفذ وصية ربنا اللي هو ربنا بيقول كلامي لا يزول، هنقول 4 نقط صغيرين كده يساعدونا. أول حاجة لازم تعرف الوصية، لازم تقراها باستمرار على قدر استطاعتك. مهما كنت مشغول، مهما كنت ما عندكش وقت، اسعى انك تقرا حته من الانجيل كل يوم. انا اخواتي المجتمع كل يوم 4 هنا في كنيسه مع بعض قاعده لمده ساعه كده نصلي فيها ونقرا حته، بناخد ايه واحده يا احبائي، ايه واحده بس بتفيدنا جدا. ايه يعني 12 كاهن 13 كاهن؟ ما قريناش اصحاح، قرينا ايه وقعدنا اتكلمنا فيها على حياتنا وعلى خدمتنا وعلى وضعنا، لكن فاتتنا. فلازم تعرف الوصيه على قد ما تقدر، ولازم تواظب على هذه الوصيه وتقراها باستمرار. معظمنا بيجي القداسات يا احبائي بعد الانجيل ويسال الانجيل امتى؟ طب البولس ده اتقرا لمين؟ طب الكاسلكون ده اتقرا لمين؟ طب سفر الأعمال اتقرا لمين؟ يبقى النهارده ربنا بيقول لنا حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، إن لازم أعرف الوصية على قدر استطاعتي. مش هيجي لي يقول أنا ما أعرفش، لكن عندك تعرف وأنت ما عرفتش. تاني حاجة لازم أحب كلمة ربنا ووصيته أكتر من أي حاجة تانية في حياتي. كل ما أحب ربنا أحب كلامه. وأحب وصاياه وأسعى لتنفيذها، تبقى بالنسبة لي ديت رغبة قلبي إن أنا أنفذ هذه الوصية. عشان كده لازم نسعى إن احنا نعرف الوصية ونحب وصية ربنا، لأنه بيحبنا فأعطانا الوصية دي عشان تحمينا وتحفظنا. الله أعطى الوصية لشعبه حتى يحفظه من الخطايا ويعيشوا معاه ويعرفوا ايه هو الصح وايه هو الغلط. واحنا نفس القصه لازم نبقى لينا علاقه حب بالوصيه بتاعت ربنا. ربنا قال ايه صغيره ارجوكم احفظوا، من يحبني يحفظ وصاياي. دليل ما تحب ربنا ان تبقى الوصيه قدام عينيك باستمرار وتسعى انك انت تحبها من كل قلبك. في قديس عظيم اسمه مار اسحاق، مار اسحاق دوت اختاروه اسقف على نينوى، اخوه كان رئيس للدير، كان عنده مشكله بين 2، فراح له الاسقف يحتكموا ما بينه، فقعد معاهم وبعدين وهو بيكلم معاهم قال لهم يا احبائي ربنا ما قالناش كده، ربنا قال لنا الوصية بتقول تحب أخوك وتعطي لأخوك. فواحد منهم قال له دعك من هذا الإنجيل، جيل دخليه في الكنيسة، أنا عايز أحل مشكلتي، أنا عايز فلوسي. تقول أن مال إسحاق السورياني عندما سمع هذه القصة قال إذا كانت الأسقفية هتحرمني من كلمة ربنا والوصية أنا مش عايز الأسقفية. يبقى لازم تعرف كلام ربنا. كلامي لا يزول، بس لازم تعرفه يا حبيبي. لازم تحب كلام ربنا أكتر من كلام العالم. نادرا لما أخش مشكلة شعب معايا ولا حد بيكلم بالوصية،
بنتكلم بإيه يا أحبائي؟ بالعالم، بالمنطق، مش بالوصية. بفرح جدا طبعا لما الاقي حد قدامي بيتكلم من خلال الوصية. حاجات تساعدنا ان تنفذ الوصية التدرج، مش لازم انفذ ما لا طبق على اي من حوله الاخر، لكن ممكن اتدرج في هذا الحب حتى ما اصل لهذا الامر. فالوصية الانسان يستطيع ان يتدرج فيها حتة بحتة حتى ما يصل الى الكمال. بيحكى عن بابا كرولوس لما دخل الدير بيسلموه الاب روح كبير في دير البراموس، فاعطاه قانون صغير. فبابا كرولوس قال له: يا ابي أنا قانوني في العالم كان أكتر من كده. قال له: أنا عارف، بس هتبتدي بالقانون دوت في الدير وتعلى فيه حتة بحتة، عشان هنا في محاربات ليك كتيرة يا حبيبي. وابتدى بابا كرولوس يتدرج في قانون الروحي لحد ما بقت حياته كلها صلاة وتسبيح. يقول للمزامير غيابا، يحفظ التسبيح عن ظهر قلب. ما ابتداش كده. عشان كده التدرج في الوصية مهم، وده اللي أقدر أعمله مع نفسي ومع ولادي اللي أنا بربيهم. من أكتر الحاجات اللي تساعدنا أيضا على تنفيذ الوصية في حياتي وكلمة ربنا هو الجو الروحي اللي أحط نفسي فيه. كل ما احط نفسي في جو روحي جميل يساعدني على تنفيذ الوصيه، كل ما ابعد عن الجو الروحي ده اجد صعوبه في تنفيذ الوصيه. عشان كده الكنيسه بتعلمنا، وجودنا في وسط الكنيسه في وسط الشعب في وسط الجو الروحي ده يساعدني على ممارسات كتير قوي روحيه في حياتي. فلازم باستمرار احط نفسي في هذا الجو الروحي. مرة حد جه قال لي: أبونا معلش احنا مسافرين الغردقة في الصيام. قلت له: يا ابني حد يروح سدوم عمورة في الصيام يا ابني؟ ليش الصيام وتروح في سدوم عمورة؟ في وسط الصيام هتصوم ازاي هناك؟ هتعيش حياة روحية ازاي هناك؟ هنا في قداسات وجو روحي وصيام انقطاعي. عشان كده احنا لازم نحط نفسنا في جو روحي باستمرار انا وولادي يساعدنا على تنفيذ الوصية. نقطة ايضا تخليني انفذ الوصية في حياتي ان ببص على السماء اللي عايز اوصل لها، مش ببص على الارض. البعد السماوي في حياتك وفي حياتك يخليك قادر على تنفيذ الوصية، عشان عيني بقت على السماء، على الأبدية، على المسيح، مش على الأرض. عشان كده نقول أجرة الخطية موت. موت. طب أجرة الوصية إيه؟ حياة أبدية. حياة أبدية. يبقى إحنا لازم نخلي بالنا من كلمة ربنا. السماء والأرض تزولان وأما كلامي لا يزول، لا يزول. كل وصية بنفذها في حياتي أنا لي أجر سماوي. عشان كده إحنا بننفذ الوصايا في حياتنا علشان عينينا مش على السماء، عينينا على الأرض. بستان بيحكي على ان اب راهب كبير كان قاعد في الدير، كان جنبه راهب صغير. الراهب الصغير ده كان بيخش قلاية ياخد منه حاجات كتير قوي.
الراهب الكبير في السن ده المفروض كان يعتمد على أخوه الصغير اللي يساعده مش ياخد منه. أديرة الزمان ما كانش فيه إمكانيات، لكن الراهب الكبير ده فكر في حاجة جميلة جدا. قال أنا هتعب أكتر وأبذل أكتر عشان خاطري وعشان خاطر أخويا الصغير ده. وقعد في هذا الأمر مدة طويلة جدا إلى وقت يحتو. عادة الرهبان دايما لما يبقى قرب على النياحة يجتمع حواليه. الأب الكبير ده مسك إيدين الأب الأخ الصغير، بص البعد السماوي، قال بهاتين اليدين. طبعا الأخ الصغير هو اللي عارف القصة دي، هيكون ليه مكان في السماء. حد شعر في القصة دي؟ من اللي عرفها؟ الراهب الصغير اللي تاب واللي حكاها. تحتمل أخوك ياخد منك اللي أصغر منك، اللي يقدر يجيب، اللي ممكن يتعب؟ ليه؟ عشان عيني على الأبدية وعلى السماء. ده منطق يا أحبائي العالم ما يقبلوش. عشان كده دايما نخلي بالنا ان كل ما تكون عينينا على السؤال، لا الوصية جميلة جدا وسهلة جدا وأقدر أنفذها قوي. يبقى اعرف الوصية، حب الوصية، تدرج في هذه الوصية علشان تقدر توصل، حط نفسك في جو روحي جميل يساعدك على تنفيذ هذه الوصية. خلي عينيك السماء باستمرار، تستطيع أن تتنازل، أن تحب، أن تعطي، أن تقدم، أن تدوس على نفسك لو بتحب السماء. بتحب نفسك، بتحب الأرض، بتحب ذاتك، مش هتقدر تنفذ أقل وصية قالها المسيح. مش كده يقولوا الوصية عبارة عن الصليب. صليب، علاقتك مع الله وعلاقتك مع الناس. كل ما تحب ربنا تحب الناس، كل ما تتعلق بربنا تقبل الناس وتخدم الناس. والناموس والوصية كلها تعلقت بهذه المقولة: تحب الرب إلهك من كل قلبك كل نفسك، وتحب قريبك مثل نفسك. من يستطيع أن ينفذ هذه الوصايا؟ نقول لك يا رب إحنا عندنا قبل ما بقرأ عليك الوصية كل يوم في القداس، قبل ما أقرأها عليك أجيب لك سنكسار، أجيب لك قديس، أجيب لك قديسة، أجيب لك سيرة إنسان، أقول لك بص يا حبيبي الإنجيل هتسمعه النهاردة ده، الوصية تسمعها النهاردة دي، في واحد عملها هقرأ لك سيرته، هقرأ لك حياته. عشان كده سيرة القديس دي أو سيرة القديسين مفيدة لينا جدا، تشجعنا وتقوينا. ناخد تدريب النهاردة ليا وليكم بإذن ربكم، إن يبقى ليا كل يوم حتى في الإنجيل براها ولو صغيرة، ولو صغيرة، بس تبقى منتظمة ومترتبة. مش شرط كمية كبيرة، بس تبقى ليا علاقة بكلمة ربنا. السماء والأرض تزولان وأما كلامي فلا يزول. ربنا يحفظنا في كلمته وفي وصيته، حافظ علينا، لإلهنا كل مجد وكرمنا الآن إلى الأبد. أمين. آمين. هللويا.